تعال نشرح فيه بتفصيل اكثر ايه هو الكومباوند انترست ريت. بيقول كومباوند انترست ريت ريفليكتس بوث ذا ريمينينج برينسيبال ليك قد ايه اند اني اكيوميليتد انترست فور مثلا فور 1000 دولار ات 10%. احنا حطينا في السنه الاولى 1000 دولار، طيب لينا 1000 يبقى amount owed at beginning of period 1 في السنة الأولى حطينا أو في المدة الأولى 1000. طيب كسبوا قد إيه خلال سنة؟ إحنا بنكسب 10%، فهنضرب القيمة دي اللي هي 1000 في 10% يعني 0.1 طلعت 100 دولار، يبقى ده ربح وده الأصل. طب الاثنين مع بعض الاماونت اود ات اند اوف بيريود بعد سنه احنا حطيناها عند الصفر، خلال السنه الاولى كان ليك 1000 كسبت 100 بقى نهايه السنه الاولى بقت 1100. طب في بدايه السنه الثانيه انت حاطط خلاص ال 1100 دول بتوعك كانك حاططهم من جديد، فالاصل بتاعك اتبدل بقى 1100، اخد 10% من دول ربح في السنه الثانيه يطلع 110 اهي، يبقى ده ربح، ده كان ربح السنة الأولى، ده ربح السنة الثانية، ده أصل السنة الأولى، ده أصل السنة الثانية. طب أجمع الاتنين دول مع بعض 1100 و110 يطلعوا 1210، يبقى ده المستحق في نهاية السنة الثانية، ده المستحق في نهاية السنة الأولى. بداية السنة الثالثة ليك أصل 1210، لو خدت منهم 10% يطلعوا 121، جمعتهم على 1210 يطلع 1331، يبقى ده المستحق في نهاية المدة. بيقول compound interest is commonly used in personal and professional financial transactions، يعني ده الأصل. القانون اللي هو F بتساوي P في 1 زائد I مش N، لأن ده سمبل، بس إن ده الأصل. طبعا كنا ممكن نحسب ده مرة واحدة بالقانون، يعني نحط هنا 1000 ونحط هنا 10% يعني 10 على 100 يعني 0.1، نحط هنا 3 هيطلع طبعا الرقم بالظبط ده. تعالوا نحسب كده بالآلة، ادي ال 1000 ضربناها في 1 زائد 0.1 اقفل القوس اس 3، وزي ما احنا شايفين طلع نفس الجواب 1331 دولار. يعني ممكن احسبها حبة حبة زي كده تفصيل، ممكن طبعا اسهل كده عشان لو عدد سنين 10 سنين او حاجة يبقى القانون اسهل.